مع مراسلنا الميسان حسين البدياري. صباح الخير حسين، وحابين نعرف الأجواء اللي موجودة يمك في ميسان. نعم، تحية طيبة وصباح الخير على جميع الزملاء في استوديو بغداد. أنا أقف الآن، بداية نتقدم بالتهاني والتبريكات لطائفة أصابع المندائين في عموم العراق والعالم بمناسبة عيد الأورونايا أو عيد الخليقة الذي يستمر على مدى خمسة أيام متتالية. هذه الأيام الخمسة لا تحسب ضمن السنة المندائية. بالتأكيد نحن نقف الآن في البيت المندائي الذي أصبح شاخصا تراثيا هنا في ميسان للتعبير عن السلام، عن المودة، عن التواصل بين مكونات الشعب العراقي. في ميسان هنا منذ اليوم الأول بدأت تتوافد الشخصيات الميسانية، سياسية، اجتماعية، منظمات مجتمع مدني، صحفيين وإعلاميين أيضا تواجدوا هنا لتقديم التهاني والتبريكات لهذه الطائفة التي أصبحت تمثل مكونا أساسيا ورمزا للتعايش السلمي والمحبة بين أبناء الشعب الواحد. في هذا البيت المندائي هناك أيضا ضيوف معي الآن، رئيس الطائفة المندائية في ميسان السيد للحديث عن تفاصيل أكثر عن عيد البرونايا أو ما يسمى أيضا بالمنجة. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن تحدثنا عن الأجواء هنا في البيت المندائي؟ في بداية الأمر اسم الحي العظيم نرحب بقناة العراقية أجمل ترحيب لتغطيتها هذه فعاليات هذه المناسبة العظيمة لدى أبناء طائفة أصابع المندائين. هذه المناسبة اللي هي البنجة البرونايا عيد الخليقة العلوي ذكرى خلق وتكوين عوالم النور والأرواح الأثيرية الأولى التي هبطت إلى الأرض وعم نورها الأرض فأصبحت جزءا لا يتجزأ من عالم النور. هي أسرار البداية المقدسة وفجر الحياة الأولى التي أوجدها الحي العظيم. هذه المناسبة يقوم بها أصابع المندائون بعدة طقوس، ألا وهي الطقوس، طقس الأول، طقس التعميد، طقس طعام الغفران، إكساء الموتى باللباس الديني من لم يأخذ منهم اللباس الديني، إعطاء الصدقات والهبات، التزاور فيما بينهم والتصالح في هذه الصلوات. احنا هذه أعتقد كل هذه تعتبر يوم واحد نور في نور، أيام بيضاء نقية طاهرة لا يتخللها ظلام، فتعتبر هذه أيام نقية طاهرة من خلال قناتكم العراقية الموقرة. حقيقة باسمي وباسم مجلس شؤون طائفة أصابع المندائيين في محاط ميسان أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى أمتنا المندائية وإلى رجال ديننا الأفاضل في كل أصقاع المعمورة، وكذلك نقدم التهاني والتكريمات إلى تبريكات إلى شعبنا العراقي وأبناء شعبنا العراقي وعراقنا العظيم، وأن نستغل الدعاء بأن يرحم شهداؤنا وأن يشافينا جرحانا إن شاء الله. من خلال هذه القناة الموقرة نقدم شكرنا وتقديرنا إلى حكومتنا المحلية في محافظة ميسان وعلى رأسها السيد محافظ ميسان الأستاذ علي دواي، لازم توفير الدعم الكامل ومن شرطة من مدير شرطة ميسان، توفير الأمن لكي يمارس أبناء أصابع المندائين طقوسهم بكل حرية وأريحية. شكرنا وتقديرنا إلى كل التيارات والأحزاب ونظرات مجتمع مدني. شكرنا وتقديرنا إلى رجال الدين، إلى ممثلينا العشار وإلى القنوات الفضائية الأخرى التي غطت هذه المناسبة. ناظم عودة حمادي، رئيس مجلس شؤون طائفة أصابع المندائين في ميسان. نعم، الاحتفالات كما تشاهدون خلفي مستمرة، والتوافد المسلمين وكما قلت منظمات ومجتمع مدني إلى هذه المنطقة أو إلى البيت المندائي للتعبير عن الوحدة، عن السلام. معي أيضا الآن رجل دين من الطائفة المندائية الأستاذ مؤيد ليتحدث لنا عن تفاصيل أيضا مهمة تتعلق بالتعميد، الممارسات، الطقوس. ما هي تايتوس؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ممكن تحدثنا عن الأجواء في هذا البيت المندائي؟ خير إن شاء الله وبركات. خمسة أيام نور لا ظلام فيه، خمسة أيام حياة لا موت فيه. هذه الخمسة أيام إنها يوم نوراني واحد انبثقت به صفات الحي العظيم من العلو ومن القوة ومن المعرفة وغفران الخطايا
وانبثاق جداول المياه النقية. تعتفي الطائفة الصابعة المندايون بهذه المناسبة حيث نحن نقف في أرض هذه الأرض المقدسة وهي أرض المعبد التي نقوم بعبادة الله الواحد الأحد. عندنا هنا لنمارس طقوسنا الكثيرة هنا ونوحد الله بصفاته العظيمة الكريمة، لأنه هو الأول القديم الغني عن أكوان عالم النور، إنه القول والسمع، إنه مسرة القلب، إنه غفران الخطايا. نحن الآن نتعبد من أجل أن يرحمنا برحمته. نعم شيخ، كيف وجدت تواجد يعني بقية الطوائف الميسانية؟ الحمد لله خير، إن إخواننا المسلمين في عراقنا الحبيب عموما يأتون إلى هنا ليقدموا لنا البركات والتهنئة بهذه المناسبة العظيمة، لأنهم جزء من مجتمعنا الطيب. وإن العراق كالسجادة فيها ألوان مختلفة، فيجب على كل المواطنين أن يحبوا أنها كالحديقة الملونة التي يعيشون فيها وفي أرضها ويأكلون من ثمارها. ونسأل الله أن يحمي العراق ويحمي أبنائه بكل طوائفه من شر الأعداء ومن شر الباطلين ويرحمهم برحمته، ونطلب الغفران من رب العالمين. شكرا شكرا استاذ مؤيد، بالتوفيق ان شاء الله. انتم بين اهلكم وناسكم، بالتاكيد هذه احتفالات مستمره في ميسان، الاحتفال بالبيت المندائي او هذا المعبد هنا في ميسان. يمكن ان اصب الحاله انه اصبح في ميسان يعني اذا اشتكى كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضوا تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى. نحن هنا صوره معبره عن الوحده، عن التالف، عن الطيبه. هناك بعض الصحفيين والإعلاميين جاءوا أيضا لتقديم التهاني والتبريكات للطائفة المندائية. أستاذ أحمد، ممكن يعني زيارتك اليوم، السلام عليكم، زيارتك اليوم ميدانية إلى البيت المندائي، كيف تصف هذه الأجواء؟ السلام عليكم وعلى كل مشاهديكم الكرام في هذا اليوم. أكيد الطائفة المندائية في محافظة ميسان هو طيف ميساني وطيف عراقي بالتأكيد منذ سنين عديدة، ونحن متعودين أن نأتي إلى هذا المعبد لتقديم التهاني والتبريكات لهذه الطائفة المهمة التي شاركت الشعب العراقي أفراحها أحزانها بكل مسراتها وكل ما تعنيه هذه الكلمة بمعنى. لذلك نحن واجب علينا أن نأتي اليوم ونأتي كل الأعياد أن نقدم لهم التهاني والتبريكات، وهذا أقل شيء نقدمه لهذه الطائفة التي رافقت الشعب العراقي منذ سنين ومنذ الأزل ولغاية هذا اليوم. فلذا نحن اليوم نأتي لتقديم هذه التهاني والتبريكات لهذه الطائفة المهمة والشريحة، والنسيج الواحد إن شاء الله هو نسيج من أنسجة الشعب العراقي وطيف من أطياف الشعب العراقي الواحد. ربي يحفظك. شكرا جزيلا. ممنون جدا. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، نستمر معكم في هذه التغطية المباشرة من المعبد المندائي في ميسان. نعم إذا هناك سؤال أو استفسار. نعم حسين، يعني أنا شفت الأجواء الجميلة، لكن حبيت أعرف من خلال يعني ضيوف المتواجدين شنو أكثر الطقوس اللي تكون موجودة في هذه اليوم، يعني الاحتفال اللي موجود في ميسان. نعم، بالنسبة للطقوس والعبادات التي تمارس هنا في البيت المندائي على مدى 5 أيام، أبرز هذه الطقوس هو التعميد بالماء الجاري، هذا من الطقوس الرئيسية. أيضا هناك ما الطعام الثواب أو يسمى الثواب، ارتداء الملابس البيضاء المصنوعة من القطن الخالص، هذه عبادات رئيسية. وأيضا يعتبر هذا العيد هو عيد البرونايا، يسمى عيد البرونايا وعيد البنجة. بالنسبة للبنجة تسمية إيرانية، يعتبر أنه 5 أيام البنجة، هذه على مدى 5 أيام متكاملة يمارس فيها بعض العبادات والطقوس والعادات. أبرز هذه الطقوس قلت التعبيد بالماء الجاري، ارتداء الملابس البيضاء، تقديم الطعام والشراب، تواجد العوائل أيضا الصابئية إلى هذا المكان منذ الصباح الباكر، منذ ساعات الصباح الباكر حتى ساعات المساء. هناك يسمى حسب معتقداتهم بهذه الأيام أيام النور الإلهي،
لا يحبذ به حتى عملية الزواج عندهم تتوقف خلال هذه الفترة. أيضا بعض العادات المتعلقة بالعبادات أيضا هي أنه يستقبلون الزوار الوافدين من قبل باقي الطوائف الموجودة في ميسان، الطائفة يعني المسلمين، المنظمات المدنية، رجال دين أيضا. فهذا البيت المندائي أصبح الآن رمز للتعايش السلمي، الوحدة، المحبة، السلام في هذه المدينة. نعم، شكرا حسين لك. اليوم نقلت لنا صورة من البيت المندائي بعيد الخليقة، وأيضا يعني قدرنا أيضا نتعرف على الطقوس اللي تكون موجودة في البيت المندائي. شكرا لك من ميسان، نقلت لنا صورة بالصوت والصورة. نعم، شكرا حسين. جزيلا لك يا حسين، وذكرت على مسألة جدا مهمة، هو بأنه مدينة ميسان بأنه هي مثال للتعايش السلمي، بأنه نلقى كل الطوائف الموجودة منها، كنائس موجودة، طائفة الصابئية، مسلم، مسيح، كل الأشياء كل هذا موجودة، وعايشين بعيشة تليق بهذه المدينة. كل عام وأخواننا وكل عام وشركاء الوطن من الطائفة الصابئية بألف خير بمناسبة عيد الخليقة. نعرف بأن هذه الطقوس تكون محببة لهم، شفنا بأن مشاركة من جميع الطوائف وأيضا من بعض ممثلين ووجهاء هذه المحافظة شاركوا هذه المناسبة. هذا دائما ما نشاهد بأنه يا صابرين أي مناسبة تخص أي طائفة معينة تلقى الكل مساندة فيها، أكيد بأنه تلقى الكل تهني وتبارك وتكون لها قدسية وتعيش وياهم. يعني ماكو فد مناسبة إذا ما تلقى شريكك حتى لو إن كان جارك ويعربيك من غير طائفة، فهو راح يفرح وياك ويشاركك في هذه المناسبة.